طبعا جيت من الزمالك للاهلي في شهر يناير. كلميني عن تفاصيل بقى الكلام، ازاي حصل، عرض عليكي يعني ايه، ابتدى ازاي الحوار؟ هو من بعد ماتش الاهلي هو كانت المشكله خلاص فرقه نادي الزمالك مش هيكون في فرقه، فقابلت كابتن طارق اصلا بالصدفه، كنت بتفرج على ماتش اختي، فهو اختك كلمني مين في انا الاستاد؟ اختي خديجه بتاعت نادي الزهور يعني. كنت بتتفرجي بتحضري في فين بقى كان الماتش؟ فين؟ في الاستاد. في الاستاد كنت بتحضري ماتش لاختك وكان كابتن طارق موجود. كان بيتفرج على ماتش الاهلي. اتمضاكي بقى في الماتش؟ قال لك ايه؟ طب احكي لي التفاصيل. قال لي قعدنا نتكلم انا وهو يعني، وهو قلت له بس يا كابتن طارق انا الصراحه بخاف ان انا اكون مثلا جايه في فرقه ملعبش يعني، عشان انا كنت طول حياتي اللي هو في بالظبط الزمالك بلعب شايل وكده، الفريق كله صح. والصراحه دي بوينت اللي انا بخاف منها. فهو صراحه طمني قوي وقال لي لا انت اللي هتحددي التايم ده ليكي وكده وبس. بعد كده مره واحده لقيت ماما بتكلمني تقول لي احنا هنمضي بكره في نادي من الاهلي. مامتك كنت انت بقى كلمت والدتها مش كده واتفقت معاها التفاصيل وكل حاجه، فمامتك قالت لك خلاص هنمضي. طب قولي لي مضيتي فين؟ في النادي الاهلي؟ خرجت من المنتخب. اولا انا اخدت راي المنتخب كله اللي هم ميرال وسرايا ونادين، يعني ميرال اكتر واحده كانت تعبانه معايا قعدت عشان معاها كانت في في الاوضه. الاوضه. كنت واخدت معاها رأي في الاوضه. واخدت راي نادين وسرايا ورانيم. بس اللي هو يعني اللي انا خايفه اكون معاهم، ودي كانت اول تجربه ليا اللي انا اكون مع لعيبه كبيره كانت في المنتخب. بيرحبوا بيكي جامد وقالوا لك تشجعي وتعالي وكده. الصراحه كلهم كانوا كويسين قوي قوي. طب بس خرجتي من المنتخب رحت على النادي، رحت مين على كان النادي مستنيكي بقى؟ عايز التفاصيل بقى. كابتن طارق وكابتن خالد العوضي. رحتي مع مين بقى؟ مع مامتك؟ لا رحت لوحدي، وبعد كده مامي كانت هناك يعني، مامي وخاله حمزه كمان طبعا كانوا معايا لا الادميه جت. حدد حدد عشان ماما وخاله حمزه. بالظبط. انا معاكي انا معاكي للاخر. وبعد كده رحنا النادي، كان كابتن طارق مستنيكي، طلعتوا عند كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي صحيح اللي هو كان جاهزه. وكابتن ماجد كمان. ما كنتيش قلقانه شويه؟ لا كنت خايفه قوي مش عارفه اتكلم، طبعا متوتره هي خايفه على طول طبعا. يا كابتن لا طبعا قلقانه شويه اكيد طبعا والتجربه. طيب احنا بعد 5 6 شهور من التجربه سعيده دلوقتي مبسوطه ان انت في النادي الاهلي، بدات الرهبه شويه تروح ولا لسه حاسه محتاجه وقت زياده؟ لا انا الصراحه اولا عايزه اقول ان انا القرار اللي انا خدته ده انا ما ندمتش عليه خالص، وبجد كان قرار مناسب جدا. وطبعا عايزه اشكر الفرقه كلها عشان هي بجد ساعدتني ان انا اكون احاول اتضم مع الفرقه لاكتر حاجه بجد ممكنه. انا بس ممكن اكون لسه ما خدتش عليهم قوي عشان بس اوريدي لا كنت بس واخد، اخر الموسم خدت عليه الفرقه كنت واخد بس على 4 بس بتوع المنتخب، وبعدين لما خلاص اللي هو بجد بقيت متمرن معاهم كل يوم وكل الشغل مع بعض، فبجد خلاص بقيت حباهم قوي وحابه كل حد الجهاز يعني بجد بقيت خلاص حاسه ان انا خلاص هو ده نادي من زمان، حسيت بارتياح يعني. بس خلي بالك انت يعني اخر ماتشات في الموسم انت كنت افضل كنت احسن. انا اول ما جيت كنت خايفه قوي الصراحه يعني، طبيعي. كنت حاسه ان انا في مكان غريب مش كده مكاني عليا، بعدين خلاص حسيته بيتي يعني. صحيح ولسه كمان ان شاء الله. وخلي بالك انت النهارده من ساعه ما جيت النادي الاهلي 4 بطولات تقريبا خدتيهم. لا اخدت 2 بس. 2 بس كاس في 3 فاتوا مني. مش مشكله ان شاء الله البطوله اللي جايه. لا بس جاي دول بطولتين صراحه انا مبسوطه بيهم جدا، دول اهم كانوا بطولتين يعني. طب انت بتقعدي مع مين في المعسكرات؟ نادين. نادين صح؟ بس بعتي كاميرا.